فيك الحق، كنقولها حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق. كنقولها ما حسيتيش بيا، هي كان عندها وجه اخر، ولكن دابا فاش طلعت وشرات الدار ولات عاوتاني وحده اخرى. ترى واخا هي الخير ما دايرهش حتى في والديها، ما دايرهش الخير حتى في خوتها، ما دايرهش الخير حتى في سميره اللي كانت راك شتي شنو دار. يبقى فيا الحال، نكذب عليك، بقى فيا الحال بزاف وانا محتاجه، يعني بحال الناس جاو معاها هي. ما فيا الحال، علاش طلب ليا مليون اولا؟ ومني خرجت عليا داك الفيديو كتقول لي الحراميه كاين واحد شويه ديال ان المشاهدين وحتى القنوات الكبار يعني كيفقدوا ديك الثقه في انهم يدعموا بزاف ديال القنوات، بحكم ان يعني هذا هو خير مثال. ملي كتدعم واحد الحاله وكتوصل كتولي كتسب المغاربه، كتولي كتوصفهم بزاف ديال الامور. يعني هذا الشيء كيخلي الناس انهم يفقدوا الثقه كاع باش انهم يدعموا ناس بحالك اللي بغاو يعاودوا يبداو. انا معاك فهادي، انا معاك فهاد القضيه. لحقاش هي فاش كانت قبل ما تطلع يعني كان وجهها اخر، كتقول لهم احبابي وهادي، دابا كتقول لهم انا بغيت لكم المرض السلطان في سبعكم. يعني بنادم، انا متفقه معاك في هادي. يعني الناس كي ولاو الناس كيخافوا كيقولوا هادي براسها فاش غادي تطلع غادي تولي وحده اخرى. وانا خويا كنقول ديك القناه الا غادي نطلع وتبدلني ديك القناه اللي سخر لي فيها، الا غنطلع الا ما غنديرش بها الخير مثلا شويه ليا شويه الناس، ومثلا ما غندعمش بها الناس اللي سخر لي انا في ديك القناه، انا ما عندي ما ندير بها. ولكن بحكم هي الناس انا معاك في هذا، انا معاك في هذه الهضره، انا معاك بصح. لحقاش هي كان عندها وجه اخر، ولكن دابا فاش طلعت وشرات الدار ولات عاوتاني وحده اخرى. في الاول فاش كانت يلا بغات تطلع كنتي انت بين الناس اللي كيتبعوها وبين الناس اللي ساندوها؟ انا كنت ما بين الناس اللي كانت انا كنت كنغسل الماء، ما كانش عندي ديك الساعه الويفي، كنمشي باش ندير يعني الفيديو ديالها. كنقول ما كان زعما عندي لا قناه لا والو، كنقول مسكينه ما عندهاش، وكتقول لهم انا باغا نبني غير دار في المدينه، انا باغا ندير انا باغا ندير. يعني ماشي مشكل مسكينه ندعموها نعاونوها، ولو واخا ما عندناش حنا الفلوس نعاونوها غير بالمشاهده. هاد الشيء زعما كلي نويت فاش انا مشيت قلت لها راه ما عنديش، وقلت لها راه عندي القطره، يعني نويت فيها واحد الخير. واخا هي الخير راه ما دايرهش حتى في والديها، ما دايرهش الخير حتى في خوتها، ما دايرهش الخير حتى في سميره اللي كانت راك شتي شنو دارت معها. شكون اللي بينها؟ كتقول لي راك شتي داك الفيديو، كتقول لي ضربي على القناه على دراعك. سيري انت ضربي على دراعك، علاش انت شكون اللي بينك جيتي بينتي على دراعك؟ في الكواليس بقى فيك الحال بزاف حيت جاوباتك على هاد القطره هادي. شنو بقى فيا الحال؟ بقى فيا الحال حيت جاوباتني على هاد القطره، قالت لي انا ماشي طاشرون. بقى فيا الحال اخويا بزاف، وانا راك شتي السكنه عندي كي دايره. يعني علاش بقى فيا الحال؟ حقراتني علاش؟ حتى انا كنقول غادي نطلع وان شاء الله وغادي انا نبدل من هذا وبزاف، وانا مريضه كما راه شفتوا في الفيديو الاخر. انا خويا مريضه كناخذ الدواء ديال الاعصاب، وبنتي عندي مريضه وعندي ولدي مريض. يعني هاد القناه دايرها باش نتعاون. علاش بقى فيا الحال؟ حقاش حقراتني؟ يعني بحال كتقولوا استهزئ، ما فهمتش كيفاش بغيت نوصلها لك. يعني بحال تقول الحقره. قالت لي ودابا الا بغيتي نجي ندعمك عطيني 40 مليون، وانا كون عندي 40 مليون كاع ما تلقيني في هاد الدار. قالت لي انا كنقولها دابا اللي بغيتي تجي تدعمي ندعمك عطيني 40 مليون. شنو الحاجه اللي ضراتك في خاطرك بزاف؟ ضرني داك الكلام اللي قال، داك الكلام كامل ضرني. علاش ضرني؟ لحقاش الناس واخا المغاربه تعاونوا معايا، علاش انا ما يعني دافعوا انا؟ يبقى فيا الحال، نكذب عليك، بقى فيا الحال بزاف وانا محتاجه، يعني وبحال الناس جاو معاها هي. ماشي زعما كاين لحقا صافي هي واصله، انا القناه ديالي باقا صغيره، واخا بنادم يهضر معاك ولا هادي، يعني هاد سميتو انت اللي كتجي عندي وكتصنتلي باش نوصل الصوت ديالي للناس. بقى فيا الحال بزاف بزاف بزاف. شنو تبغي تقولي لها اليوم بعد ما ردات عليك بداك الفيديو؟ شنو الرساله اللي تبغي توصلي ليها الا كانت كتفرج فيك؟ انا كنقول لها حقرتيني، وانا كنقول لها دعيتك لله، كنقول لها حقرتيني وكذبتيني. يعني بحال بغات تبيني في واحد الصوره، تنقول لها حقرتيني وانا داعيك لله، وكنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وانا ما عنديش 40 مليون ولا مليون ولا ما عنديش، انا عندي الله وعندي المغاربه اللي غادي يوقفوا معايا. وانا خويا واخا نهضر الهضره ديالي راه بحال كنخوي الماء في الرمله. يعني هي
يعني هي كتهضر بحال غتكذبك، ما غاديش ما يقدر، وكاين اللي يصدقني كاين اللي ما يصدقنيش، يقول راه غير زعما باغا نطلع، وانا راه ما باغا لا نطلع على حتى شي حاجه، انا راه مفوقاش، وانا زعما كاين كنرغبها وكنزوقها، ماشي باغا نطلع، غير ملي درت ليها كوك بقى فيا الحال. علاش طلب ليا مليون اولا، ومني خرجت عليا داك الفيديو كتقول لي الحراميه، كتقول لي سيري عند داك اللي حرشك هو غادي يبني لك الدار، انا خويا ما حرشني لا يوسف، ما كنديش كاع اتصال به، يعني راه كل النوامر اللي كيحط ولكن ما تيجاوبش، ما عندي لا اتصال به لا حتى شي حاجه، انا قصتها هي وتنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. واخا نوال صورتي لها دارك، بينتي لها القطره اللي كتبان في الدار ديالك، راه اللي كيتابعوني راه عارفين دارك. كيفاش ردات عليك هي؟ ردات عليا قالت لي الا بغيتي، انا انا خويا كنهضر وكنترعد معك كيما شتي، انا مريضه بالاعصاب، قالت لي الا بغي الا بغيتي ندعمك، طلبات لي بعدا مليون الاول، قالت لي الا بغيتي ندعمك، قالت لي تعطيني 40 مليون، قالت لي دابا انا تنقول لها اني قدام المال، قالت لي تعطيني 40 مليون، بقى فيا الحال اخويا من مليون ل 40 مليون. من مليون قلتها في الفيديو ديالها، الناس راه شافوها، قالت لي من مليون 40 مليون، وانا خويا بقى فيا الحال تحقرت، تحقرت بزاف، الزمان حقرني وكلشي حقرني، وزادت هي حقراتني، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها، والصراحه ديال سيد ربي ما نويتش ترد عليا، وبقى فيا الحال علاش القنوات انا يعني ما يعاونونيش، ما يخرجوش يعني ضدها، فهمت يا خويا، وانا كنشرب الدواء يعني معصبة، قسما بالله كنهضر معاك وكلي كنترعد. شنو تبغي تقولي لها؟ كنقول لها الله ياخذ فيك الحق، كنقول لها حسبي الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيك الحق، كنقول لها ما حسيتيش بيا، الله يعطيك فاش تلهاي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ما حسيتيش بيا، وانا كنطلب من المغاربه ومن القنوات يعني تعاونوا معايا، والله اخويا. اذا اخواني كنعتذروا لهاد اللحظات هذه المؤسفه بالفعل، يعني مشهد مؤلم، ونتمنوا خير ان شاء الله. نوال الحمد لله على سلامتك. شكرا اخويا بزاف، تنشكركم والله الا تنشكركم من القلب، شكرا لكم بزاف، وكما عارفين اخويا الناس انا مريضه كناخذ الدواء ديال الاعصاب، راه عندي، شكرا لكم بزاف. شوفي نوال انا اللي غادي نقول لك هو الارزاق بيد الله، وخوتك المغاربه راه كيما تعاونوا معاك في الاول غادي يحاولوا يتعاونوا معاك حتى دابا. اللي نبغي نقول لك هو عندك بنيه، حاولي تنقصي يعني من ما تعصبيش راسك، الدنيا فايته، هاد الامور هذه ما تخليكش انك توصلي براسك لهاد المرحله هذه. اللي بغي نقول لك هو الله يشافيك بعدا من المرض اللي فيك، والكلمه الاخيره اللي تبغي توجهها للمشاهدين اللي كيتبعوك والناس اللي تبغيهم يتعاونوا معك بغض النظر على بزاف ديال الامور اللي وقعت. انا خويا شنقول لك، كنشكر خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وكنشكر اشواق تي في، تنشكركم بزاف اخوتي، الله يسهل عليكم، وكنقول لكم احبابي تعاونوا معايا في القناه ديالي، وتحقرت بزاف، اقسم بالله تحقرت بزاف بزاف، حقراتني ديك السيده، نطلب لها ربي هو اللي غادي يخلصها، حقراتني بزاف وخرجت كذبتني يعني بحال، المهم راك شتي الفيديو ديالها بلا ما نقول لك، وتنشكر الناس اللي بارطاجاوني معاها، تنشكرهم على داك الفيديو، تنشكرهم بزاف، وتنشكرك اخويا حمزه، والله كنقول لك الله يسهل عليكم، وشكرا لكم بزاف اخوتي، وتعاونوا معايا في القناه ديالي، انا محتاجه ليها، يعني انا محتاجه ليها، عندي بنتي مريضه بكريز في القلب، راه كلشي عارفه، وانا مريضه، راه عايشه غير بالدواء، انا عايشه غير بالدواء، راه كلشي راك شتي كلشي بعينك، يعني تيشدني حتى انا كريز، وشكرا لكم بزاف اخويا، الله يسهل عليكم. اذا اخواني كانت هذه هي قصه من بين القصص ديال يعني اللي فيها واحد الالم، وكتوصل واحد الرساله اللي حزينه بزاف فين وصلت بينا الامور، اننا ولينا نشوفوا يعني الاسترزاق عبر قنوات ديال اليوتيوب، اللي ولاو شي ناس كيستغلوا هذا الشيء للصالح ديالهم. ما عليا الا نقول لكم تبارك الله عليكم، وشكرا بزاف لتتبعكم لهذا الفيديو، هذا كان معكم حمزه اغني مبعوث قناه اشواق تيفي، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.